ولنقاش الملف السوداني والوقوف على ما أوردته عدد من وكالة الأنباء بشأن استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة السودانية الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي محمد شناوي. أهلا بكم سيدي. أهلا أهلا، مرحبا بك وأهلا بمشاهدي قناة تتضارب الأنباء بشأن استقالة رئيس الوزراء السوداني من منصبه أو تراجعه عنها، ما مدى صحة هذه الأنباء؟ نعم، بالفعل وكالة رويترز أوردت خبر يقال أن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك يحتزم الاستقالة، لكن لم يصدر أي بيان رسمي من حكومة رئيس مجلس الوزراء. وقبل قليل علمنا أيضا من مصادر من داخل مكتب رئيس الوزراء نفت أو أبلغت أفادت بأنه تراجع عن الاستقالة، ما يعني ان الخبر في وكاله رويترز صحيح بنسبه 60%. هذا الامر ايضا سيكون له مثل كبير جدا في المشهد السياسي، خاصه وان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك يتمتع بقاعده جماهيريه واسعه في السودان. اذا ما صحت الاستقاله واستقال سيكون المشهد السوداني سيزداد تعقيدا اكثر مما هو عليه، هو خاصه وانه عندما انقلب رئيس الوزراء الدكتور رئيس الوزراء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان على حكومه حمدوك السابقه، خرج الشارع في تظاهر رافضه وايضا مندده بعودة المسار الديمقراطي للسودان، وخاصة وأن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة وله رمزية في السودان. وعندما عاد إلى رئاسة الوزراء الشارع هدأ إلى حد ما، لكن الحاضنة السياسية أصدرت بيانات رافضة ووجهت نقد كبير باعتباره هو ارتد أو يعني هو رئيس وزراء الحكومة الانقلابي عبد الفتاح البرهان حسبما تقول. في هذا السياق سيد محمد، كيف يمكن قراءه قرار الاستقاله الذي ياتي بعد مطالبه البرهان امس بضروره الاسراع في تشكيل الحكومه؟ وربما قرار الاستقاله هو جاء نتيجه ضغوط من المكون العسكري، خاصة وأن خفاء انسلام على حكومته السابقة أصدر البرهان العديد من القرارات، وأيضا الملاحظ أنه عندما عاد هناك أيضا سيطرة من المكون العسكري أو تدخل في صلاحيات مجلس الوزراء على مجلس السيادة على مجلس الوزراء، وهو أيضا مبدأ أيضا يرفضه على ما يبدو رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. وبالأمس تابعنا أيضا وسائل الإعلام أن هناك يعني عودة لمدير التلفزيون لقمان أحمد الذي كان معينا من قبل الحكومة السابقة للتلفزيون، وبالتالي هناك أيضا يعني قرارات في هذه اليومين لرئيس الوزراء. ربما كان رئيس الوزراء في الفترة الماضية أو بعد الانقلاب وكان مكفلا معظم القرارات التي تصدر كانت ربما تكون هي فوقيه، وبالتالي رئيس الوزراء هو الان يعني موقفه صعب جدا لجهه انه لا توجد حاضنه سياسيه تغيث او تساعد رئيس الوزراء، خاصه انه خسر قوى الحريه والتغيير الكيان الذي كان يقود الاحتجاج ضد حكومه البشير، وبالتالي كانت الحاضنه الفعليه للحكومه السابقه التي انقلب عليها رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان. كيف يبدو الحديث عن هذه الحاضنه، كيف يبدو موقف الشارع السوداني في ظل رفض الراي العام للقرارات الاخيره التي اتخذها البرهان منذ تشرين الاول الماضي؟ بلا شك ان الشارع السوداني له راي كبير وسيخرج، خاصه ان حمدوك له قاعده وله قبول شعبي واسع هنا في السودان، لكن في ذات القوى المدنية هي أيضا هي كان لها يعني موقف كان واضح. مجرد استجابته لعودته مرة أخرى لرئاسة الوزراء كانت وجهت انتقاد لاذع، لكن السواد الأعظم من السودانيين
يمكن القول انهم هم مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لا يقبلون باي شخص اخر. نعم. بحسب متابعاتي في الشان السوداني، هي ايضا الاستقاله او التلويح بالاستقاله هي ايضا ربما يعني تاتي لضغط على المكون العسكري، وذلك لممارسه رئيس الوزراء الصلاحيات بالكامل. وبالاضافه الى ذلك انه البرهان هو الان هو متمسك في رئيس الوزراء لانه يعطيه الصبغه الشرعيه وايضا ضمان بقائه في السلطه. مجرد في تقديري مغادره رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيشهد المشهد السوداني تعقيد كبير، وستكون هناك احتجاجات واسعه تطالب بعوده رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك. شكرا جزيلا لك الصحفي والمحلل السياسي محمد شناوي، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمه السودانيه الخرطوم.